مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع مباشر، أهلا بكم مع موجز 11، معكم إبراهيم بدوي. النائب العام يرفع حظر السفر عن قيادي بالحرية والعدالة. وزيرة التعاون الدولي لا علاقة بين سفر الأمريكيين والمساعدات الممنوحة لمصر. البدوي لسفير الأوروبي: أمريكا اعتدت على السيادة المصرية. المرشد العام يزور البابا شنودة للإطمئنان على صحته. التأمينات تفاوض السلطات السعودية لتحسين خدمات حجاج الجمعيات. جبرائيل للكتتني: نرفض ربط الحصص الدراسية بمواقيت الصلاة. المشير يكلف وزير الزراعة بدراسة تعويض مربي الماشية النافقة. عمال السكري لنواب البرلمان: مستحيل نسمح بتهريب الذهب من المنجم. تقرير أوروبي يرصد تردي أوضاع النساء العربيات في إسرائيل. ارتفاع معدلات الانتحار في الجيش الأمريكي. وكوفي عنان يصل القاهرة لبحث الأزمة السورية. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع مباشر، كان هذا موجزا لأهم الأنباء حتى 11. انتظرونا في تمام 12 مع حصاد لأهم ما جاء في هذا اليوم. كان معكم إبراهيم بدوي.